بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، أننا نتواصل معاكم ولازال التواصل والحديث دائما يندفع مع هذه الانطلاقة الجميلة والمميزة. وشوطنا الرابع، شوط الجعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشيوخ. نتمنى رحلة جميلة وشيقة وممتعة دائما مع هذه الشعارات الجميلة والمميزة هناك، التي دائما تأتي في بحث عن الناموس، والناموس دائما شيق وجميل ما شاء الله، وعشقه مولع مع هذه الرياضة العربية الأصيلة. والدعم الجميل والمميز من قيادتنا الرشيدة في هذا التراث الأصيل ما شاء الله. أذهب إلى المركز الأول وهناك الطي، وسلام عليكم يا أهل الطي ما شاء الله، لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن يمع بن دبيله، بينما هناك ليس يأتي بثاني المراكز لمطر بن محمد بن يمع النابودة، أيضا رجل الاقتصاد بثاني المراكز. وفي المركز الثالث هناك مليح سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم هير بن سيف أبو نواس شاهين، يأتي برابع المراكز سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وحمد بن راشد من أغدير شكلان اللي في المركز الخامس، من يأتي شكلان سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن حزيم، وفي المركز السادس هناك شاهين سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع مصيحان سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وثامن المراكز اللي في المركز الثامن أيها الأخوة هناك بناتي حشيم سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن علي بن واس، وفي المركز التاسع ما شاء الله هناك براق الشيخ حميد بن سلطان حميد بن سلطان القاسمي سعيد بن محمد الفلاسي. هكذا أيها الأخوة كانت النتيجة للمراكز، حاضر رضعناها عليكم في ندائنا الأول ما شاء الله، والأسامي ما شاء الله تتجول هنا في هذا الميدان في هذه الرحلة الرابعة في الانطلاق الرابع مع شوطنا الرابع، والأسامي الجميلة والعالمية التي دائما تسيطر على هذا الاندفاع الجميل، هذا الاندفاع المميز. وشاهين هو الذي الشوط والسيطرة دائما ما تتدلل مع هذه الشعارات الجميلة والمرموقة. شاهين لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وبنقول حمد بن راشد بن غدية الشبي، وفي المركز الثاني هناك من يصل شاهين سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد محمد بن سعيد بن حلوة، وصل ليس هنا على ثالث المراكز لمطر محمد بن يمعه النابودة، وفي المركز الرابع الطي لمقام سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، واحد شبابنا محمد بن يمعه بن دبيله، وخكلان يأتي بخامس المراكز لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، وشباب الخوانيج مع سعيد بن محمد بن حزين، وسادس المراكز هناك من يصنع صيحان لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم مع سعيد بن عبيد الحميري، وفي المركز السابع اللي في المركز السابع ما شاء الله من يصل مليح لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوب، وهناك من يصل مهير بن سيف ابو نواس، وثامن المراكز اللي في المركز الثامن لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم مع عبد الله بن علي بن واس، وتاسعا من ياتي براق للشيخ حميد بن سلطان القاسمي وسعيد محمد الفلاسي. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة، حضر في هذه الكوكبة في هذا الانطلاق الجميل والمميز. وشاهين اللي غير على المركز الأول، اللي يتدلل ما شاء الله على المركز الأول، اللي مسيطر على مقدمة الشوط بشعار سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوب، وهناك المتألق ما شاء الله محمد بن سعيد بن حلوة. الكيلو الأخير إعلان أيها الإخوة، أن ندانا مع الكيلو الأخير، كيلو هناك الاندفاع والصراع حتى خط النهاية. شاهين بثاني المراكز لسيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم، حمد بن راشد بن غدير الطي أهل الطي ما شاء الله الطي، لمقام سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم،
واحد شبابنا ما شاء الله محمد بن نمع بالدبيلي شكلان رابع المراكز سمو الشيخ سعيد محمدان بن راشد المكتوم سعيد محمد بن حزيم وخامس المراكز من ياتي في جاهين ولا مصيحان بنقول لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن عبيد الحميني ما شاء الله. نعود الى المركز الاول اللي غير صدارة الشوط اللي سيطر على المركز الاول ما شاء الله هناك شاهين يا شاهين اللي سيطر على المركز الاول ما شاء الله اللي انفرد بالصدارة انفرد بالنقطة الثالثة ما شاء الله في هذا الصباح في هذا اليوم الجميل في هذا اليوم الجميل ما شاء الله مع شاهين اللي يستعرض بقوته يستعرض بأدائه الجميل مع النقطة الثالثة ونقول تهانينا والناموس في مقامك السامي مقام سيدي سمو الشيخ حمدان محمد بن راشد المكتوم والتهاني دائما موصولة للمضمر المتألق بالحقيقة سواء في هذا الميدان أو في أي ميدان حمد بن راشد بن حمد بن أخديار الاكتبي. مركز ثاني سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم. مركز ثالث لسيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد مكتوم. مركز رابع سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد مكتوم. مركز خامس سمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم. هكذا كانت النتيجة أيها الإخوة والتوقيت 6:12 بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس.